وقع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي كيولس ام اتش اي الشركة المسؤولة عن تشغيل وصيانة مترو دبي وتشغيل ترام دبي مذكرة تفاهم للتعاون في جهود التوطين في القطاع الخاص، وتهدف هذه الشراكة إلى الارتقاء بالتطوير المهني وفرص العمل للمواطنين عبر برامج تدريب تقني ومهني شاملة. ويتضمن الاتفاق إعطاء الأولوية لتوظيف المواطنين وتنفيذ برامج تدريب منظمة ستمكنهم من اكتساب خبرة عملية وخبرة في وظائف مختلفة في تشغيل وصيانة مترو وترام دبي.